بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ما يسرته لنا مما تحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم. اللهم عرفنا بأوليائك الأحياء والأموات يا رب العالمين، وحببنا إليهم وحببهم إلينا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، نسألك يا أرحم الراحمين أن تكن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأخذل الكفرة أعداء الدين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه والمنتفعين بها وذريته وزواره في الدارين آمين. الحديث 45 في هذا الكتاب حديث جواز المشي في الصلاة، يعني تبقى جوه الصلاة وتمشي، هذه معنى. هل يجوز وما حكمها، ومتى يكره ومتى تبطل ومتى يباح؟ هي ده السؤال في المسألة. حديث جواز المشي في الصلاة، أي أن هناك مشي في الصلاة يجوز ولا يبطل، وهناك مشي يبطل الصلاة. يبقى في مشي يجوز فيها وفي مشي لا يجوز فيها، قد يصل إلى حد الكراهة، وقد يزيد إلى حد يصل إلى حد بطلان الصلاة نفسها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي بكرة رضي الله عنه، سيدنا أبي بكرة الصحابي، سمى النبي أبو بكرة لأنه كان في حصن الطائف، هو أسلم عند حصار الطائف، والطائف دي فيها حصن، فقام علشان يخرج للمسلمين خرج ببكرة، تعلق بها بكرة كده بحبل ونزل إلى النبي وأسلم، فسمى النبي أبو بكرة، واشتهر بكنيته عن اسمه. عن أبي بكرة رضي الله عنه، هو اسمه نفيع بن الحارث،
اسمه نفيع ابن الحارث، لكن هو أبي بكر أشهر من نفيع زي أبي هريرة. طب اسمه يا أبو هريرة؟ اشتهر أبو هريرة، اختلف في اسمه على أسماء كثيرة، لكن معظم المحدثين يقول لك عبد الرحمن ابن صخر، لكن برضه مش متأكدين ده من حيث الترجيح بين أسماء كثيرة، لكن كنيته أشهر من إيه؟ من اسمه. زي برضه سيدنا أبو بكر، كثير من المسلمين يعرفون سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، لكن مشهور أبو بكر الصديق. كذلك في ناس تلاقي تشتهر عليها الكنية أكثر من إيه اللي طارت يتنسي اسمهم وتبقوا معروفين بكنيته، من بين هؤلاء أبي بكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني دخل المسجد والناس بتصلي والنبي راكع، فركع على باب الجامع وفضل ماشي راكع لحد ما حصل الصف الأول. كويس. انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا الرواية دي فيها نوع من الاختصار، لكن هو كان ضخم الجثة، فلما بقى راكع فبقى نفسه يحفزه يبقى صوته عالي، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان كده. النبي طبعا سمع الجلبين، قال له ايه اللي عملته ده يا بكر بعد الصلاة؟ لانه حفظ النفس وبقى كل الناس اللي في الجامع سامعين ان واحد بيسبح وهو راكع وماشي. كويس. فلما سأل النبي ايه وعرب من اجل حرصه للصلاة خايف لا يفوت الركوع خلف النبي، ما لو تقدم هيفوت الركوع خلف النبي، فهو عايز يحصل الركوع ويحصل فضيلة الصف الاول في آن واحد. فقام ركع نوى وركع وفضل ماشي، يبقى حصل الركوع على اجتهاده، يعني هو اجتهد، هو عايز يحصل الاثنين ما يعرفش الحكم، فاجتهد اولا، اجتهد وصله لكده ان هو ايه يركع على باب الجامع ويفضل ماشي لحد ما يحصل الصف الاول، يبقى حصل الفضيلتين، حصل الركوع خلف النبي فلم تفته الركعه، وكمان حصل فضيله الصف الاول وخلص الصلاه مبسوط. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى، فلما عرف ان اللي عمله كده من اجل اجتهاده ايده على اجتهاده، لكن قال له ما تعملش كده تاني، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني اما لا تعد للتاخير فتضطر لمثل هذا، او لا تعد لان تتحرك وانت تصلي، تحتمل دي وتحتمل دي. الشافعية فهموا لا تعد أي لا تعد للحركة وأنت تصلي، وبعض المذاهب الأخرى كالمالكية فهموا إن لك أن تتحرك لمصلحة الصلاة ولكن لا تعد للتأخير الذي يضطرك لهذه الحركة. فهمت بقى النص واحد بس ده يفهموا الطريقة وده يفهموا الطريقة، وكلهم أئمة أكابر. ظاهر الحديث يدل على جواز المشي اليسير في الصلاة، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هل يكون المشي اليسير؟ إيه حد اليسير؟ العرف، العرف يعني ملوش حد. الشافعية حدوه، عملوا له حد، قال لك ثلاث خطوات، أكثر من ثلاث خطوات ما يبقاش مشي يسير، يبقى مشي إيه يبطل الصلاة، أكثر من ثلاث خطوات. يعني مش معقول مثلا هتبتدي الصلاة في المؤطم وتسلم من الصلاة وانت في المعادي، ها كده ماشي كبيس أوي، ها ويمكن يجري كمان، لا ما ينفعش. لكن ممكن المشي اليسير اللي ثلاث خطوات، يعني ايه؟ يعني لو في فرد في الصف اللي امامك او اللي امام اللي امامك تجابهم في ثلاث خطوات وخلاص هي دي، او ان الامام يستخلفك وانت في الصلاه فتتقدم خطوه او اتنين تبقى امام بعد ما كنت مأموم، هو ده المشي اليسير اللي ما فيهوش مشكله. لكن ازيد من كده بقى تبقى صعبه شويه، خصوصا لو كانت متتاليه. طب افرض انك انت مضطر تمشي اكتر من ثلاث خطوات لمصلحه الصلاه، يعني انت شايف ان في فرجه في الصف الامامي قوي وانت في الصف الخامس، هتحتاج تمشي قد 10 خطوات 9 خطوات، تقوم تعمل ايه؟ تمشي 3 خطوات وتقف،
وبعد شوية ماشي 3 خطوات وتقف، وبعد شوية تمشي 3 خطوات توصل للمكان اللي انت عايزه. يبقى انت كده ما عملتش بالتوالي، قطعت. كل دي حلول لانك انت تمشي اذا اضطريت لحركة الصلاة. ممكن وانت بتصلي بتحصل ساعات بينظفوا الجامع والراجل جايب المكنسة وقاعد شغال ويقول للناس قوموا، وانت هتفضل واقف بقى كده اهو قدام المكنسة يكنسك، تقوم ايه تمشي 2 لورا 2 لقدام دون ان تستدبر القبلة، مع ان دي مش لمصلحة الصلاة، ده لمصلحة خادم المسجد. لكن طالما حركة يسيرة تمشي. لقيت الواد ابنك اللي بيحدي قاعد يقرب على المصحف وانت بتصلي، تسيبه بقى يمسك المصحف يقطعه؟ تروح انت متقدم 3-4 خطوات عشان ما يبقاش في مسافة بين المصحف وبين وقفتك، يقوم يجي العيل يحدي ما يعرفش يخش بينك وبين المصحف، تبقى انت ايه حميت المصحف. لحد ما ايه الواد اللي بيعيش في الشقة فساد ده يمشي، بعد كده تروح انت راجع 2 وتسجد وتركع وتخلص صلاتك. كل دي صور ممكن الانسان يحتاجها في صلاته. جاتك بتصلي انت بجوار الامام، جاء واحد ايه سحبك الى الخلف حتى تنشئ صف خلف الامام، ترجع 2 كويس. كل دي حركة يسيرة داخل الصلاة لمصلحة الصلاة. كويس. الوجه الاول، هل يكون المشي اليسير فيها كلها، اعني في حالتها كلها، يعني تمشي في جميع احوالك، تمشي وانت قائم، تمشي وانت راكع، تمشي وانت ساجد، تمشي وانت قاعد على قستك، ولا المشي ده يكون في حالة دون حالة؟ واضح؟ يعني انا اضطريت لمشي لمصلحة الصلاة، طب اختار المشي ده وانا راكع، ولا اختار وانا واقف، ولا اختار وانا ساجد، ولا اختار وانا جالس بين السجدتين؟ مش هي دي احوالك في الصلاة؟ ادي معنى السؤال اللي بيطرحه الشيخ. الشافعية يكره المشي اثناء الركوع واثناء السجود والجلوس، ولا يجوز المشي الا في حال القيام، لان ده تشريف لحال الانسان. انما لو مشي راكع يشبه ايه الدابة كده، ففي تشويه، ولو مشي ساجد فيه ازاء ممكن يجرح جبهته، مش شايف قدامه، فهمت؟ يبقى لو مشي ساجد فيه ازاء، ولو مشي قاعد فيه برضو نوع ايه يعني تشويه للحال الانسان، يمشي على قسته كده. ولو مشي راكع شكل الدابة، يبقى ما يمشيش الا وهو ايه واقف، اما حال الرفع من الركوع او حال القراءة. ده رأي الشافعية. المالكية يجيز المشي اثناء الركوع، وخدوا حديث ابي بكر مشي وهو راكع. الشافعية قال دي حادثة حال ولا تتكرر، والنبي قال له لا تعود، فهمت؟ المالكية قال له لا، ده ما قالوش لا تعود يعني ما تعملش كده تاني، لا قال له لا تعود في التأخير، هتقوم تضطر تعمل كده. فهمت بقى الآراء ازاي المذاهب بتنشأ مع ان النص واحد وجهات النظر تتفاوت. بيقول هنا، هل يكون المشي اليسير فيها كلها، اعني في حالتها كلها، او لا يكون ذلك الا في هذا الموضع وهو الركوع؟ ليس الا، ما هو مشي راكع، هل يبقى المشي لا يكون الا حل الركوع بس؟ يعني ده مشي راكع والنبي قال له ما تعيدش الصلاة، ده ما مشيش واقف عشان اقول يجوز الوقوف، لان النبي ما اقروش الا في حال الركوع، ولا يجوز المشي في حالات الصلاة كلها؟ وان دي توافقت ان هو اضطر يمشي وراك لانه ادرك النبي في الركوع، ولو كان ادركه في القيام كان هيمشي واقف. فهمت بقى المسألة؟ طرق فهم يعني. طبعا الظاهرية ياخدوا بظاهر النص، يقول لك لا يجوز المشي الا حال الركوع لو اضطر، لان الحديث كده راكع والنبي أيده على الركوع وإنه يمشي، ما قالوش عيد الصلاة. دي طريقة فهم برضه اللي هو المذهب الظاهري، وإن كان العلماء ما بيحبوش ياخدوا المذهب الظاهري، لأن هم بيعتبروا إن مراعاة المقاصد والمآلات مهمة في المسألة، مش المسألة ظاهر اللفظ وبس. لكن هي وجهات نظر، وكان المذهب الظاهري ده نشأ أثناء الصحابة برضه، لما قال لهم لا تصلين العصر الا في بني قريظه، فخدوه على ظاهر اللفظ، لدرجه مجموعه من الصحابه كانوا ظاهريه المذهب، يعني خدوا ظاهر اللفظ
وراحوا صلوا العصر بني قريظة بعد ما المغرب أدنت. جاي النبي قال لهم ما تصلوش إلا بني قريظة، حاضر، لو وصلوا الفجر مش هيصلوا لا العصر ولا المغرب ولا العشاء لحد ما يوصلوا. واضح؟ خدوها على ظاهر الأصل. مجموعة تانية من الصحابة فقهاء تانيين نظروا للمقاصد وليس لظاهر اللفظ، قالوا النبي لم يرد أن نضيع الصلاة ولكن أراد أن يستحثنا على السير فنسير مسرعين ولم يقصد تضيع الصلاة، فإحنا هنصلي العصر ونروح على بني قريظة لأن النبي لم يرد تضيع العصر، ده أراد أن يستحثنا على السير. فمجموعة زينت وصلت. يبقى المذهب الظاهري نشأ من أيام الصحابة، ومذهب اللي بينظر للمقاصد والمآلات نشأ أيضا أيام الصحابة، والنبي أيد هذا الفهم وأيد هذا الفهم، فما نقعدش بقى إيه نعمل خناقة كبيرة. لكن إحنا بقى طبعا مراعاة ظاهر اللفظ مع المآلات والمقاصد حتى تكون الأمور أعمق، وعشان نعرف نقيس. عشان كده اللي خدوا بظاهر اللفظ ما عندهمش قياس، ما عندهمش باب اسمه العلة، مش محتاجينها. يقول لك علتي ايه؟ ما قلناش دعوه، الحاجه اللي قالها النبي بس، ما قيسهاش على حاجه ما قالهاش النبي. كويس؟ فعشان كده الاجناس الربويه عندهم هي اللي نص عليها النبي، ست اجناس بس، الربا ما يدخلش الا فيها. اي حاجه تانية غير الست اجناس ما يدخلش فيها الربا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الربا على ايه؟ على الذهب والفضه وعلى البر اللي هو القمح يعني والشعير والتمر والملح. كويس؟ ادي السته دول. طب البرتقال ما قالش النبي فيه حاجه، يبقى ما فيهوش فيه ربا، مش جنس ربا. طب والتفاح؟ طيب والاوراق الماليه، ادي اوراق ما يدخلش فيها الربا، فهمت؟ وهكذا. لكن العلماء التانيين قالوا لا، تأكيد النبي نص على هؤلاء الأشياء نموذج لعلة معينة أرادها، فاختلفت المذاهب في العلة. فيجي الشافعية يقول لك العلة أن يكون ذهب أو فضة أو مطعون مطلقة، دي أجناس ربوية مطعون. المالكية قال لك الذهب والفضة وما يقتات ويدخر، مش أي مطعون. يعني البرتقال برضه عند المالكية ما يخشش فيه ربا مع أنه مطعون، لا بس قالك ده لا يقتات ولا يدخر، لا يتخذ قوتا ولا يدخر. الملوخية ليست قوتا، مش كده ممكن تعيش من غير ملوخية؟ لا لازم تعيش منها، تقال المصريين ما قدروش، لكن على أي حال غير المصريين ممكن يعيشوا من غير ملوخية. يبقى دي لا تقتات ولا تدخر، يبقى دي جنس ربوي عند الشافعية وليس جنس ربوي عند المالكية على حسب ما نظروا للعلم. طب والأحناف؟ الأحناف قال لك آه، ده قال الذهب والفضة وقال الأشياء دي، والأشياء دي توزن وإيه وتكال. الذهب بيتوزن والبر والقمح والشعير بيتكيل، مش كده برضو؟ يبقى العلة هي الوزن والكيل، كل ما يوزن وكل ما يكال جنس ربوي عند الأحناف، حتى ولو كان حديد مسلح، طالما بالوزن. مش بتقول انا هجيب عربيه حديد مسلح كذا طن، الطن ده مش وزن، داخل الربا في الحديد المسلح وفي الاسمنت. الشكاره كم كيلو؟ كيلو بالكيلو. يبقى بتكال وتوزن. وعشان كده اختلفوا في الايه؟ في عله الربا، فاختلفوا في تفاصيل في باب الربا كبيره، مش زي ما الجماعه اللي بيجوا في الفضائيات مش فاهمين باب الربا وقاعد ايه؟ يعك ويدخل لك الربا في كل حاجه، لانه مش فاهم اصلا باب الربا ولا ارى الفقهاء قالوا ايه فيه. هو بس سمع كده ان الناس بيقولوا ان فوائد البنك ربا. طيب ايه تعريف الربا يا عم؟ يقول لك الله وقتي حد تعريفك؟ لا تعريف مش تعريف، يقول لك ما سمعتش. طب لما ما انت سمعتش عامل شيخ ليه وقاعد تكلم الناس؟ طب ما تروح تسمع الاول. التجرع على الفتيا وحش. فهنا في مذهب قال لك طالما مشي راكع يبقى ما مشيش الا راكعين. يعني لو نحن محتاج مشي في الصلاه استنى المركع وبعدين امشي وانا راكع، لكن ما مشيش وانا قاعد. واضح؟ ده مذهب الظاهري. التانيين قالوا لا، ممكن يمشي على اي حال. الشافعيه استثنوا بعض الحالات لان النبي نهى عن تشويه الانسان فلا يتشبه بالدواب. فقال لك احنا شايفين ان اللي يمشي راكع ده يشبه الدابة، واللي يمشي ساجد وقاعد
دي ما تليقش بايه؟ بكرامه الانسان. لكن الانسان كرامته ان يسير وهو واقفا، فيبقى ما عندناش الا حالتين يمشي فيهم المصلي، وهو اثناء قراءته او القيام او الرفع من الركوع. بس الملكيه قالوا لا، نحط معها كمان ايه؟ الركوع. يبقى القيام والركوع بس يمشي بيه، لكن لو هو جالس ولا هو ساجد. فهمت؟ فإن قلنا إن سبب الجواز معقول، يعني جواز المشي في الصلاة معقول المعنى، وهو قلة العمل فيها، فيجوز في كل حالاتها كلها ما لم يقترن به علة مانعة. ولذلك قال العلماء إنه يجوز المشي ليسير في كل حالات الصلاة، من قيوم، من قيام، وركوع، وجلوس، ولا يجوز ساجدا. ده علماء الملكية، خدت بالك؟ لأن أبي جمرة ده ملكي، وأنا قلت لك طبعا طريقة الشافعية في الفهم. لأنه فيه أمران، أحدهما التشويه اللي هو المشي ساجد يعني، والمثلة إنه ممكن يتعور فيحصل له إيه؟ عاهة مستديمة، وذلك في الشرع ممنوع. والثاني توقع الضرر، بل هو من قبيل المقطوع به لأنه يتأذى بذلك، والإذاية أيضا ممنوعة إنه يمشي ساجد يعني. وإن قلنا لا يفهم علته فلا يجوز إلا في هذه الحالة، يعني المشي في الصلاة لا يفهم علته، يبقى لا يجوز إلا في حالة الركوع بس للورود، وده مذهب أهل الظاهر. وهذا مذهب أهل الظاهر الذين يستعملون الأحكام حيث ورد ليس إلا، فلا يقاس على غيره. وقوله انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي قرب منه، لأن العرب تسمي الشيء بما قرب منه، ويترتب على هذا من الفقه أن ألا يبعد الإمام عن الجماعة. مش الإمام يصلي وبينه وبين الأول صف 5-6 متر زي ما بتحصل في بعض المساجد كده، خطأ. أولا يبقى قريب، بحيث لو حد لو عرف يمد إيده كده من موقعه عشان يستخلف إنسان يطول، يبقى قريب. وحدها الفقهاء قال لك 3 أذرع أو ممر شاء كويس بين الإمام وبين أول صف، وبين الصف والذي يليه نفس الحكاية. ليه؟ برضو عشان ييسر للي في الصف الثاني، إن لما تحدث فرجة في الصف الأول إن يمشي خطوتين أو خطوة ونص، لقى نفسه بيسد الفرجة، مش يمشي بقى خطوات طويلة زي ما بيعملوا الوقت الجهلة في المساجد، يقوم يعمل لك صف بعيد عن الإمام والصف الثاني بعيد قوي. ليه؟ عشان الثاني بعيد جنب المروحة، تحت المروحة ترابط، يبقى صلاة حلوة كده بحري. لا، احنا دلوقتي وقت الصلاة مهم اننا ايه؟ نراعي مصدر الصلاة، لان لو تباعدت الصفوف تباعدت القلوب، واحنا اصلا القلوب بعيدة بعيدة دلوقتي، ازمة. فاحنا حقنا نقرب خالص، درجة حتى نصلي فوق كتاب بعض، لكن ما حدش هيصلي فوق كتاب بعض، لكن على الاقل ما تبعدش بقى، ادام التباعد يؤدي الى تباعد القلوب، واختلاف الصف يؤدي الى اختلاف القلوب، يبقى لازم نسوي الصف ونقارب الصفوف. حدد قرابة الصفوف ايه؟ بقدر سجود الساجد، بقدر سجود الساجد. دلوقتي احنا عاملين الناس مكتات معمولة على ايد سجاجيد صلاة، يقوم يسيب له سجادتين وثلاثة ويعمل صف بقى. طب ليه بتخالف المهندس اللي صمم السجادة؟ ما هو المهندس اللي صمم السجادة كان راجل فقيه بقى، أراد ان هو يعينك على تسوية الصف وان يعمل لك الحد بتاع كل صف، هو السجادة دي. فبتخالف حتى مواصفات المصنع، وتخالف ايضا مواصفات الفقيه، وتوافق شهوه نفسك، فدي صلاه مكروهه، ما ينفعش كده. لكن مشهوره حتى في الازهر الشريف اللي هو معقل العلم والعلم، لهم يعملوا كده، مش بتشوفها في الازهر الشريف؟ وبعدين امام المسجد يصلي الناس وما ينوهش، يا اما كسل ونوه لما يئس، يا إما مش واخد باله إن الأمر ده مكروه وإنه يمنع التضعيف. لكن اللي بيصلي في الصف البعيد صلاته صحيحة على فكرة، مش باطلة، لكنها مش موافقة للنظم الكامل للصلاة الكاملة، لكنها صورة مكروهة، النبي كرهها ولم يبطل الصلاة في هذه الصورة، لكن كرهها فقط.
والثاني توقع الضرر، بل هو من قبيل المقطوع به لأنه يتأذى بذلك، والإذاية أيضا ممنوعة، وإن قلنا لا يفهم علته فلا يجوز إلا في هذه الحالة، وهذا مذهب أهل الظاهر الذين يستعملون الأحكام حيث وردت ليس إلا، وقول انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي قرب منه، لأن العرب تسمي الشيء بما قرب منه. وترتب على هذا من الفقه ألا يبعد الإمام عن الجماعة، وقد نص العلماء على ذلك. ما الإمام لو بعيد وانت بتصلي وراء اول صف بعيد والامام نسي، هتلاقي نفسك اجلبه بقى عشان تنبهه، لازم بقى تتكلم بطريقه ايه، تنتخبه مين وتعلي صوتك، بقيت خرجت عن خشوع في الصف عشان تسمعه. لكن لما تبقى قريب منه يا دوب تقول له كلمه كده حتى الصفوف اللي وراك ما يحسوش ان الامام حتى نسي حاجه، لانها تبقى كل ده يعين على الصلاه تكون منتظمه وفيها خشوع وفيها كمال وفيها راحه. وقد نص العلماء على ذلك في الإمام لما ذكروا شروط الإمامة في الصلاة، ذكروا ألا يبعد من الجماعة، وعللوا ذلك بعلل منها ربما تكون في ثوبه نجاسة، دي علة لطيفة برضو عند الإيه الملكية ذكروها وأوجه عند الشافعية، وحصلت لنا شخصيا إن الإمام ما يبقى قريب منك تقدر تعاين ثوبه من الخلف هو بيصلي، فلقيت فيها نجاسة تنبه، واخد بالك؟ دي أول حاجة نصيحة، لأن لا يجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة. أو لقيته لما بيجي يصلي بيوطي كده لابس تيشيرت ومش لابس تحت التيشيرت فلنه، فيجي يوطي وهو بقى جسمه ضخم شوية كده، يجي يوطي تلاقي نص ظهره اتعلم، وحتى يعني خلاص القسط قرب يبان كمان، يعني لو حد عايز يحط له بوسة ممكن يحط له بوسة ويسجد. ما ينفعش كده، كده صلاة ما تنفعش. طب ما أنا مش هدرك هذا كله إلا ما هو كده صلاته بطلة، ولو بطلت صلاة الإمام هتبطل صلاتي أنا كمان، فأنا بقى أنا حريص على صلاتي، فلما أبقى قريب من الإمام براقب الإمام، طول ما الإمام ماشي تمام أنا ماشي وراه مقتدي، لقيت الإمام أي كلام كده أنوي المفارقة. مولانا أي كلام، فإحنا لذلك نبعد عنهم كده شوية عشان ما ما هيجي على دماغنا صلاتنا حتى تضيع مننا، واخد بالك؟ فالواحد ياخد باله ان الشرع لما ضبط الامور ضبطها من اجل عله مصلحه العباده، ان تبقى العباده كلها صحيحه منتظمه لطيفه، ولو حصل خلل تدركه بسرعه. واضح؟ يعني كنت بصلي في قايد بيه خلف امام كان ضرير رحمه الله، والضرير معذور ممكن يدخل الحمام ثوبه من الخلف يلمس حاجه ومش مدرك، فانا بصلي وراه لقيت فعلا في ثوبه من الخلف اثر براز ناشف. هعرفه ازاي ده؟ هعرفه انا بشتغل في التحاليل الطبيه، عارف انا شكل البراز يعني نجاسه واضحه، او بعد دم مثلا شوف اي حاجه نجاسه من النجاسات. فرحت ناوي المفارقه، الشافعيه بقى عندهم مذهب لطيف حلو جميل، تنوي المفارقه وانت في مكانك، يعني تقول له فارقنا، يعني معناه لا تقتدي به وانت في مكانك، مش هتتحرك، ده المفارقه قلبيه، واخد بالك؟ انت في مكانك زي ما انت، تفضل بقى تقرا الفاتحه وبتاع، ولك كمان انك تتابعه في الحركات وانت مفارقه، شوف قد ايه عشان الناس ما تلاحظش. شفت قد ايه الشافعيه حلوين؟ ها؟ انا خايف الاحناف اللي معانا المره دي هيتشفعوا في اخر يا سيدي متشفعين بيك. لكن على اي حال الشافعيه يجيز هذا، ولك ان تفارقه اذا اطال في الصف. جيت في مسجد الاشراف لقيت الشيخ مش عايز يركب، ايه ده؟ وانت عندك معاد، واخد بالك؟ والشيخ ده قلبه ميت شغال مش عايز يخلص، فتعمل ايه؟ تنوي المفارقه وتقرا انت الفاتحه وكل وضع واحد بتاعتك اللي بتقراه في كل ركعه حلوه بركه، ادخلك الله الجنه بحبك اياه، هو اصل كل القران عظيم، لكن ميزتها انها قصيره تاخدش وقت، تقدر تصلي وتقضي مصالح ماشي كويس. ما ربنا اللي انزل سوره البقره، انزل بقى كل الله وإن أعطيناك الكوثر عشان تفاوت أحوال الناس، فدي نعم.
فتروح انت ناوي المفارقه وتروح قاري انت الفاتحه وكل والله واحد بتاعتك اللي انت عاملها راتب في كل صلاه ما يجراش حاجه وتروح راكع ومخلص صلاتك ومسلم وتروح تقضي مصلحتك ترجع تلاقي لسه ما ركعش واخد ما يجراش حاجه مش تقعد بقى تصلي وراه وتفرك وابتدي عليه يا رب يموت بالسكت يا رب ما ينفعش كده ما ينفعش تدعي عليه بقى تأذي المسلمين لا عندك حل لطيف حلو تقول ربنا قوي الحمد لله سلام عليكم تنك سايبه وماشي واخد بالك بعد اذن حضرتك المفارقه لم توجد الا في المذهب الشافعي ولا لكن عند باقي المذاهب سلم وروح صلي في ركن المسجد وبعدين روح اشتكي في دار الإفتاء مش ممكن هو الكلام تكلموا على ان الثوب مثلا فيه ازاره ما هو بعد الصلاه بقى استوى دلوقتي هو اصلا صلاته صحيحه لنفسه لانه لا يدري واذا صحت صلاته لنفسه صحت لغيره لكن هتبقى غير صحيحه لي انا لان انا اللي ادركت غيري ما ادركش فهمت يعني لو ما حدش شاف وما حدش انتبه هتنصرف الصلاه على الصحه فهمت المسألة؟ وقد تكون النجاسة دي بقدر الدرهم البغلي معفو عنها عند الإحناف واخد بالك؟ وتبقى صلاته صحيحة والشيخ ده كان حنفي على فكرة يعني ممكن لو أقول له يقول لي تعالى أعيس حط لي إيدي عليه أقول له حطيه قال لي هي دي بس معفو عنها ويصلي العصر بنفس الثوب ما يغيروش كمان لكن عند الشافعية النجاسة المعفو عنها هي التي لا يدركها الطرف يعني ما تشوفهاش بعينك إنما لو شفتها بعينك تبقى دي غير معفو عنها فهمت إزاي؟ فممكن تبقى صلاته صحيحة على مذهبه ولو نبهته ما يسمعش كلامي يقول أنت جاهل مالكش دعوة فهمت بقى المسألة؟ وعلى شكل أنت تنوي المفارقة لأن أنت على اعتقادك أن الصلاة في هذا الثوب تبطل فأنت مسؤول عن اعتقاد نفسك فهمت بقى المسألة لكن ما تعملش أزمة كبيرة في الجانب وتقول له يا جماعة الإمام بتاعكم بيعمل على روحه ليه كده الفضايح دي فما ينفعش ما في ناس تحب الفضايح أو في المساجد يا يعملوا ما ينفعش الطريقة دي حرام أنا حنفي قال والإمام أطل في الصلاة وعايز أفارق على مذهب الشافعية ولا أسلم على مذهب الأحناف لا أنا رأيي تفارق على مذهب الشافعي عشان تاخد ثواب الجماعة واخد بالك لأن مذهب الشافعي قوي عنده أدلة قوية بس أدلة أحاد على تقعيد مذهب الإمام أبو حنيفة ما ياخدش بالأحاد ويخصص بها المشهور والمتواتر واضح؟ يعني خد رأي الشافعية في هذه المسألة لا بأس زي ما أنا شافعي كده وباخد رأي الأحناف في إن لمس المرأة لا وأنا شافعي فهمت؟ فيعني ممكن انك انت تاخد وانا باخد برأي الاحناف في ان قطرة لبن تحرم في سن الرضاعة اللي هي السنتين الاولى خدت بالك؟ وفي رأي عندهم 3 سنين الاولى عن ابي يوسف ومحمد واخد بالك؟ انا بميل لهذا الرأي بالرغم ان انا شافعي الشافعي يقول لك 5 رضعات مشبعات هم اللي محرمين الاحناف والمالكية يقول لك ولو قطرة لبن دخلت جوف الصبي في سن الرضاع ثبت التحريم انا اميل لهذا ليه بأميل لهذا لان الابضاع والنكاح مبناه التحريم الاصل فيه التحريم ما لم ياتي طارئ كعقد يحله مش كده برضه فيبقى ده يوافق الاصل ان ده بينبني على التحريم اقوى يعني أنا مشتبه عليه هل تحرم ولا لا تحرم وغلب إيه في الأبضاع والنكاح وغلب التحليل احتياط فمذهب الأحناف والمالكية أكثر احتياطا في المسألة فألطف واضح الكلام والله تعالى أعلم يعني مش عيب أنك أنت تبقى راجل متمذهب على مذهب وتاخد في بعض الفروع رأي مذهب آخر لأن وجدت أنه أيسر لك أو أنه أكثر وضوحا في دليله وأقرب إلى نفسك من حيث النظر للأدلة مش شرط والإمام أبو حنيفة مش هيزعل منك على فكرة دي حقيقة والله لأن الإمام أبو حنيفة كان بيربي تلامذته بطريقة حرية الرأي ده كان يطرح المسألة وكل واحد يبتدي يدلو جداله والإمام يسمع
واخد بالك، كان بيعمل يعني ربى فقهاء اقوياء الامام رحمه بطريقته دي، فكان يحب يسمع كل وجهات النظر الاول، وبعد كده هو بعد عده ايام بعد ما جمع كل العقول دي الذكيه هو بقى اذكى، يقعد بقى يبقى شاف الموضوع من جميع الجهات، من الجهات اللي هي بعقله وبعقل غيره، وبعدين في الاخر هو يتخيل راي الامام. فالامام ابو حنيفه ده مش بيقولوا عليه الامام الاعظم، فهمت؟ عمل مدارس فقهيه ما تكررتش في التاريخ، واخد بالك؟ فعلشان كده يعني ايه، الامام ابو حنيفه مش هيزعل من واحد ماشي على مذهبه وينظر بعقله في مساله. ما ابو يوسف تلميذ كان يخالف امام، وكان الامام ابو حنيفه يحبه برضه، وهو اللي عينه وزير عدل قاضي القضاء في عصره، فتعرضت على الامام ابو حنيفه رفضه، خدها تلميذ ابو يوسف، فهمت ازاي؟ وكان بيحبه وكان يخالفه. ومحمد بن حسن نفس الحكايه. يعني انت وانت حنفي بتحب مذهب ابي حنيفه وتحب الامام ابو حنيفه، لك ان تخالفه في بعض الامور، وامامك هيفضل يقابلك يوم القيامه مش هيدومك برضه، ده هيفرح بيك انك انت عقليتك متحرره، هو يحب يبني العقليه المتحرره. هم كل الائمه كده يحب تلامذتهم تبقى عقليتهم متحرره، بحيث يفكر بطريقه فيها حريه مش تقليد وتعصب. إذا ظهرت عورته في الصلاة بطلت صلاته، إذا كانت المغلظة عند المالكية، ويأثم في غير المغلظة ولا 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 تبطل صلاته. واضح؟ عند الشافعية ما فيش حاجة اسمها عورة مغلظة ومخففة في الصلاة، خارج الصلاة بس، لكن في الصلاة العورة كلها مقاس واحد من السرة للركبة، أي قطعة في الحتة دي كلها تبان تبطل الصلاة. طب وليه قالوا إن خارج الصلاة في مغلظ ومخفف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا أبو بكر وكان جزء من فخذي عاري، ودخل عليه سيدنا عمر نفس الحكاية، دخل عليه سيدنا عثمان غطى فخذيه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فلو كانت الفخذ عورة مغلظة لكان النبي غطاه، لكن النبي أمر بتغطيتها في الصلاة، فدل على أن الصلاة العورة كلها مقاس واحد، وخارج الصلاة في مغلظ وغير مغلظ. فهمت بقى مسألة طريق فهم الشافعية؟ فهم جمعوا بين الملكية وبين وجهة نظر أخرى متحررة. واضح؟ أنت ما تعيش مع الشافعية تتبسط بيهم أوي، واخد بالك؟ لأنه هو الإمام الشافعي مش تعصب والله، جمع مدرسة الأحناف وجمع مدرسة أهل الحجاز وجمع مدرسة أهل اليمن وجمع مدرسة الإمام الليث، بالإضافة لعقل الإمام الشافعي نفسه، فعمل مذهب بديع غريب، واخد بالك؟ وعشان كده لو لم أكن شافعيا لوددت أن أكون شافعيا، لأنه جمع، هو جمع كل المذاهب. تلاقي الشافعي تملي تلاقيه مدرك باقي المذاهب، تملي كده، لكن قلما تجد واحد غير شافعي ومدرك باقي المذاهب إلا إذا كان متسع بالاطلاع. لكن انت وانت بتدرس مذهب الشافعي تلاقي نفسك لوحدك لابد من اوجه المذهب تتعرض لباقي المذاهب، فتجد اوجه المذهب توافق مذاهب اخرى. عشان كده تجد الشافعي يدرك باقي المذاهب ولو اكتفى على دراسه مذهبه. واضح؟ لكن غير الشافعي لو اكتفى على دراسه مذهبه لا يدرك باقي المذاهب. فدي مزيه في مذهب الشافعي من حيث الدراسه. واضح؟ بالإضافة إحنا في مصر، والإمام الشافعي الوحيد اللي قبره في مصر، باقي المذاهب أصحاب المذاهب قبورهم مش هنا، فهنا الإمام الشافعي على أرضه بين جمهوره إيه؟ بطريقة إيه؟ أهل الكورة يعني، يبقى إحنا على أرضنا وبين جمهورنا، واخد بالك؟ أهل مصر كانوا يحبوا الإمام الشافعي جدا، وهو نفسه حبهم، يعني لا طوف البلاد وما استقرش إلا في مصر، واخد بالك؟ ليه؟ لأن أهل مصر حلوين في إيه؟ في العشرة كده، لكن في نفس الوقت ما بيجمعوش العلم. فالامام الشافعي قال اهل مصر حلوين في العشره فعاشر، ما بيجمعوش العلم لان ضيعوا علم الامام الليث، ما دونوهوش. قام قعد الامام الشافعي طول اقامته في مصر طول الليل يقعد يكتب 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 عشان ما ضيعش علمه. فكل مؤلفات الامام الشافعي عملها في مصر. لما جاء اهل مصر بيحضروا للشيخ ويحبوا الشيخ يا تمام، لكن ما يأيدوش علمه. فقال لك ما انا لو مت والجماعه دول ماتوا يضيع العلم.
فهمت ازاي؟ فحرص على التأليف، فعمل الأم وعمل الرسالة وعمل كل كتبه دي عملها في مصر. فكان أهل مصر بسبب عدم تدوينهم للعلوم سبب للإمام الشافعي أنه يصنف ويدون. فبرضو أهل مصر بالرغم كده إلا أنهم يدفعوا العلماء إلى إيه؟ إلى التأليف. دي لأنهم نسيين، درويش درويش، يحبوا قوي مع العلماء، يا سلام يحضر للعالم ودعي لي وبتاعه، يحبوا قوي ويكرمه ويبجله، لكن يجي يحكي عن العالم يلخبط المسائل. فهمت؟ دي الطريقة، ودي فعلا حقيقة إلى الآن موجودة. ده في ناس تحضر، يعني واحد في الأزهر بيقول لي إيه، ناس بيحضروا لك يا دكتور يسري قالوا لي كلمة أنت قلتها غريبة أوي. قلت له أنا قلت إيه؟ هما اللي بلغوك بيقولوا إنك أنت بتقول إن البنت لو رأت دم، البنت إذا بلغت 9 سنوات يجب أن تتحجب. كويس؟ أنا ما قلتش كده. فيعني البنت اللي عندها 9 سنين في ثالثة ابتدائي لازم نلبسها حجاب ويبقى كده آثمة؟ أنت قلت كده؟ قلت له أنا بريء والله العظيم ما قلت كده. قالوا لي بس بلغوني. في درس الأزهر واحد من الناس اللي بيقدروا هناك وبيعمل دكتوراه يعني في الشريعة. قلت له أنا بيتهيأ لي هو فهم خطأ، لأن أنا كنت بدرس الحيض وقلت أدنى سن للحيض عند الشافعية 9 سنوات، فإن رأت في 9 سنوات دما فحاضت بلغت وجب الحجاب. إنما لو كان سنها 9 سنين ولم ترى دم يبقى لسه ما بلغتش، يبقى لا يجب الحجاب. فهمت؟ فراح هو اختصر كل ده وقال المرأة إذا بلغت 9 سنوات وجب الحجاب. شفت بقى التشويه؟ مش الإمام الشافعي ليه حق بقى يقعد يألف؟ ولا كان أهل مصر نقلوا مذهب تاني غير مذهب الإمام الشافعي؟ فبينقلوا عن العلماء غلط. زي الدكتور علي جمعة كان مرة في رواق الأتراك زمان قبل ما يبقى مفتي. أنا كنت فاكر إن أنا حاضر المجلس، كان ليه مجلس من 7 الصبح ل10 صباحا يوميا. وأنا كنت بحضره وبعد كده أطلع على المستشفى. كان سنة 96 95 97 حوالي 3 سنين. وقرأ فيها كتب الستة حضرناها الحمد لله كلها. وكان بيقرأ حاشية البيجوري وكان كده وبيعلق. وبيقرأ كمان جمع الجوامع في الأصول. يعني كان مجلس 3 ساعات لكن كان بيقرأ فيهم 3 كتب. وكل كتاب كتاب تقيل يعني. واستمر كده 3 سنوات لما ختم كتب كثيرة. جزاه الله عنا خير. فالمهم في درس من الدروس كان حاضر بيقول ان شروط ستر العورة في الصلاة ان تكون بثوب لا يشف ولا يشترط ان يكون لا يصف. ده في الصلاة. فقام واحد بيقول له ايه؟ يعني لو واحد لابس بنطلون ستريتش زي بتوع الباليه ينفع يصلي؟ قال له يصلي كده في اوضته، لكن ما يروحش يصلي الجامع كده. لكن لو صلى في اوضته كده في حجرته صلاته صحيحه طالما لا يشف حتى ولو كان يصف العورة. واضح؟ يعني الدكتور علي لسه بيتكلم فبيقول لهم يعني لو صلت المرأة في بدلة الباليه في حجرتها في مخدعها صحت صلاتها طالما سترت عورتها. كويس؟ بعد 3-4 سنين لقينا في الجريدة ناس بقى ايه بتاخد تسجيلات. سمع التسجيل شوف فهموا ازاي. مفتي الجمهورية بعد ما بقى مفتي، مفتي الجمهورية يقول المرأة تصلي في بدلة الباليه. بقى المفتي قال كده ولا ده بيدي مثال تدريسي. فما بيدركوش. شفت نقل العلم خطأ ازاي؟ ويجيبوا على النت تشنيع يشنعوا على الدكتور علي وغيره وغيره كتير بقى بتحصل. عشان كده اللي بيتعرض لتعليم الناس الفقه بيتعرض لانه ينقل عنه خطأ. واخد بالك ازاي؟ وعشان كده يجب اللي بيدرس الفقه يكرر المسألة مرة واثنين وثلاثة عشان النايم يصحى واللي مش فاهم يفهم. ولو كرر برضه ربنا هيبتليه بواحد مش فاهم علشان يؤذى بالنقل عنه خطأ يوم يشتم يوم يرفع قدم.
خد بالك انك انت كل ما بتتشتم وانت في الحق بترفع قدرك، دي رفع درجات بقى. وقد نص العلماء على ذلك في الإمام لما ذكروا شروط الإمامة في الصلاة، ذكروا ألا يبعد من الجماعة، وعللوا ذلك بعلل منها ربما تكون في ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فإذا كان بالقرب منهم رأوها فيخبرونه. وإحنا نضيف تاني في العصر بتاعنا بعد لبس التيشيرتات والقمصان القصيرة والبنطلونات المحزاة اللي هي بتبقى بحجر قصير دي يسموها إيه؟ صوت، لا ليها اسم لوست. ها؟ لوست يعني هم وست ايه؟ لوستي يعني زي على وزني يا حستي. طيب لازم تضيف بقى مراعاة ايه مثل هذه الاحكام، خد بالك، يبقى تقول ان الوقت وربما يكون لابس ثوب ديرتي ضيق لوست اذا انحنى ظهرت عورته فلا يدركها الا من كان قريب من الامام. فهمت بقى ازاي؟ كل ده من باب ايه؟ انك انت تراعي تغير الاحكام بتغير احوال العباد. لازم الفقيه يبقى معاصر، ما يديكش مثال في القرن السابع الهجري ويسيب الامثله اللي احنا عايشينها الوقت. يعني انا على مذهبي ان لو شايل علبة السجاير صلاته بطلة لان السجاير التبغ اللي فيها نجس ويبقى دي حامل نجاسة في اثناء الصلاة، فلو صلى وفي جيبه علبة السجاير صلاته بطلة في اعتقادي انا لانه حامل نجاسة. وانا لو صليت قريب من الامام ممكن ادرك حاطط علبة السجاير اشوف هو بيسجد مثلا كده، اشوف مر بورو دي دامهل دي مثلا كيلو بطرة او نص كيلو بطرة، لان اما غليت بقى بقى يجيبها نص كيلو بطرة بدل ما يجيب كيلو وزن لان غليت. كل ده بقى ممكن يبقى ايه؟ تدرك ان الامام حامل نجاسة كالدخان، لان التبغ الان بينقع في خمور في طريقة صناعته. اخبرنا ذلك الثقات الذين مروا على مثل هذه المصانع، فطالما بينقع في خمر والخمر نجس صار التبغ اللي داخل السجارة مش نبات طاهر بقى نبات متنجس، وحامل علبة السجاير يحمل نجاسة، واللي يحمل نجاسة وهو يصلي تبطل صلاته. شفت بقى ازاي؟ مش هتدرك هذا كله الا اذا كنت قريب من الامام. واضح؟ الافضل المدام يصلي بعيد عن الامام حتى لا ندركه. يا الافضل ان نصلي بعيد عن الامام. لا بالعكس، انت المفروض تكون حريص على صلاتك، اذا استطعت ان تقترب من الامام ان هذا هو الموقف الاعلى فاقترب. ليالني منكم اولو الاحلام والنهى، شايف كده صلى الله عليه وسلم، اولو الاحلام والنهى يعني العلماء، عشان العلماء دي هي اللي تدرك الحاجات دي. فهمت ازاي؟ لما انت تشوف المنظر ده تيجي بعد الصلاه تقول له ما تصليش وانت شايل علبه السجاير، ان لم تستطع تبطيل الدخان فعلى الاقل وقت الصلاه لا تحمل هذه ايه؟ العلم. يبقى تعلمته، لان ليالي منكم اولو الاحلام والنهى اي ليالي الامام امام وعالم زي اصلي مولانا. معظم الائمه من اراهم يعني في صلاتهم فيها خطا، اما لا يسجد على لا ما هو في خطا لا يبطل الصلاه، ده تغير في الهيئه ما يضرش، ده احنا بنتكلم في الحاجات اللي تبطل. انما افرض لابس حتى دبله ذهب صلاته صحيحه لا يسجد على ما يضرش يمكن صوابعه وجع، يمكن تيجي تقول له ليه ما بتعملش كده يا عم الشيخ، يقول لك اصل عندي نقرس يا ابني ووجعني، ويطلع لك التحليل يبقى معذور صلاته صحيحه. فهمت ازاي؟ يعني ممكن عشان الشافعي صلاته بطلت فيه. لا ما تبطلش الا اذا كان عنده عذر، ممكن عنده عذر وعندها ما تبطلش عند الشافعي على فكره، مكروهه كراهه شديده بس لكن لا تبطل، لان دي هيئه في الهيئه وتغير هيئه الهيئه لا يبطل الصلاه. فهمت ازاي؟ دي قاعده دقيقه في المذهب، هيئه في الهيئه، يعني هيئتك في القيام مثلا انك تحط الايد اليسرى على اليمنى، فلو وضعتها على المرفق ده تغير هيئه في الهيئه ما يبطلهاش. فهمت ازاي؟ تغير الهيئه في الهيئه ما ياثرش. وربما سهى الامام باب فسبحوا له، ينبهوه سبحان الله الامام يسمع. انما لو انت بتصلي خلفه هناك وبينك وبينه مسافه سبحان الله
يوم الناس ايه تفتكر ان في حريقه في الجامع يجوا جاري يطفوا، فما ينفعش كده. وربما ساء فسبحوا له فلم يسمعهم فيكذبونه بثوبه. وربما احدث، يعني ربما سهى قاعد هو في الركعه الثالثه ظنا منه انها الرابعه، وقفنا سبحان الله سبحان الله، تروح مقدم كده وموقفه كويس. طب هو مش عايز يوقف، انا كبعد كده تعرفش ان احنا مين، كل ده جوه الصلاه يعني، هو بيعمل كده طبعا بطل الصلاه واخد بالك. تروح انت عامل ايه يا شافعي؟ تنوي المفارقه وتكمل ركعتك عادي وتسلم، وبعد كده تقول له ليه تتكلم اثناء الصلاه؟ انت كده قعدت في ثالثه والمفروض الا تقعد الا في الرابعه، وصلاتك كده ناقصه ركعه. ليه لم يطل الفصل بالنسبه له؟ ممكن يقوم يجيب ركعه، فان طال الفصل يعيد الصلاه من اول وجديد. كل ده عايز علم بقى، يبقى اللي يجي يصلي ورا الامام لازم يكون عنده علم عشان يعرف ايه يعمل الشغلانات دي كلها. وربما احدث، هو نفسه احدث خرج منه ريح عفوي، او افتكر انه ما كانش متوضئ او اي حاجه، يعمل ايه؟ او حزبه ايه؟ البول، عنده بروستاتا، عنده سكر، فجاه لقى نفسه اتزنق مش قادر يكمل الصلاه، يقوم ايه على طول يروح مادد ايده كده يطول، ويروح ايه شادد واحد من الورا، ويروح هو بقى يتوضأ براحته. كل ده بيعين الامام على ان الصلاه تستمر طالما في تقارب بين الصلاه، ويستخلف من يتم بالقول. واذا كان بالبعد احتاج ان يستخلف بالقول، وفيه بين العلماء خلاف ان الاستخلاف بالقول ده بعضهم لا يجيزه وبعضهم يجيزه، فيها شغلانه. ولوجوه من هذا النوع يؤخذ منه أنه إن ذكر شيئا من العبادات في الصلاة وتمادى في ذلك أنه إن لم يخل بشيء منها جاز. يعني أنت وأنت في صلاتك تذكرت شيء وبعدين عزمت في نفسك أنك هتعمله بعد الصلاة، مش كل ده حديث نفس؟ واستمرت في صلاتك ما أثرتش الصلاة صحيح، لأن حصل مع النبي سمع الراجل اللي عمل كده ومشي وبيصلي، فالنبي حط ايده في مخه طول الصلاة، وبعد الصلاة قال له ايه لماذا فعلت هذا، سأل بيستوضح منه، لكن النبي ما أخلش في صلاته. فهمت المسألة بقى؟ أنه إن لم يخل بشيء منها جاز. والحجة في هذا وبما استدللنا عليه من هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حركة الرجل وراه ماشي وهو بيصلي، وتمادي ذكره وبهذا المستمر فاكر الحادثة لحد ما خلص الصلاة وراجعوا فيه، وتمادي ذكره إلى بعد فراغه من الصلاة. ويترتب على ذلك من الفقه أن المرء إذا كان في أمر لابد له فيه من عمل ولا يمكنه التأخير فيه ولا علم له بما يصنع، أنه يجتهد ويعمل بما يغلو على ظنه، زي ما عمل سيدنا أبو بكر. هو دخل لقى النبي راكع عايز يدرك الركوع بس هو لسه مش في الصف، وفي نفس الوقت عايز يدرك فضيلة الصف الأول، ولو راح للصف الأول هتضيع عليه الركوع وتضيع عليه الركعة، فهو عايز يدرك الاثنين، وهو جاهل بالحكم في مثل هذه المسألة أيهما أفضل، فاجتهد قال أنا أنوي أركع من أول الجامع وأمشي لحد ما أوصل للصف، يبقى كده أدركت الركوع وأدركت فضيلة الصف، فاجتهد. فهمت بقى ازاي؟ لانه كان لا يعلم حكم المساله وهو حريص على الاثنين، فيقوم ساعتها يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه. فاذا كان بعده يعني بعد انتهاء الصلاه يسال العلماء بعد كده، يقول لهم والله انا حصل كذا وانا عملت كذا، ايه رايكم يا علماء؟ الموضوع ده صح كده استمر عليه ولا ما اعملش كده تاني؟ فهمت؟ بعد ما يخلص يسال العلماء، فان وافق عمله لسان العلم، يعني رأي العلماء قالوا له كده جائز ما فيهاش حاجة لا كراهة، فحسن مجزئ، وإلا جبر الخلل الذي وقع منه على لسان العلم، يعني بعد كده يجبر بقى الخلل. إذا كان بعض العلماء قالوا له أنت عليك سجود سهو على فكرة، خلاص يبقى يسجد سهو طالما لم يطل الفصل، لا أن يسجد سهو، أو لما يحصل له المسألة دي تاني يبقى يسجد لا السهو،
وهكذا يبقى يجبره عليه لسان العلم. ولا يدخل هذا الخلاف الذي ذكروا في من عمل عملا بغير علم ووافق عمله لسان العلم. يعني ما يدخلش بالخلاف ده الجاهل بقى ويعمل الحكاية من غير لسان. لا، سيدنا أبو بكر عالم بالصلاة، عارف أن إدراك الركوع فيه إدراك الركعة، وعارف أن الصف الأول أفضل من الصف الذي يليه، عنده علمه. فبناء على هذا العلم ابتدى يجتهد عايز يحصل الاثنين. فإن حصل الاثنين باجتهاده ثم جاء على لسان العلم اللي هو لما النبي نبيه قال ولا تعد، ما يعملش كده تاني، خلاص واضح. لكن ده ما ينفعش مع الجاهل. الجاهل هيجتهد في ايه؟ هو ما عندوش معلومات عشان يجتهد فيها ويتخير. فالمسألة دي ما يدخلش فيها بقى الجاهل، لأن الجاهل ليس عنده معلومات يتخير بينها فيجتهد فيها، واضح. فما يدخلش الجاهل في المسألة. ولا يدخل هنا الخلاف الذي ذكروا في من عمل عملا بغير علم ووافق عمل لسان العلم هل يكون مأجورا أم لا؟ طب لو واحد جاهل بقى عمل عمل وطلع صح، اختلف العلماء، هل يبقى له أجر ولا ليس له أجر، ولا عليه وزر ولو وافق العلم لأنه تجرأ؟ ثلاث أقوال. نسأل مأجور لأنه وافق العلم، وده من باب التوفيق. وناس تانين قال لك لا ثواب له لأنه لم يأخذ بأسباب الاجتهاد لأنه جاهل. وناس تانين قال لك لا ده حرام لأنه متجرد، واضح. يبقى ثلاث أقوال في المسألة. لأن ذلك الذي يعمل العمل بالجهل هو متمكن من السؤال أصلا، يعني قبل ما يقف في الموقف ده ليه ما راحش يتعلم أحكام الصلاة؟ ليه هو داخل هاجم على الصلاة كده ومش عارف أحكام الصلاة ولم يسأل؟ يبقى مقصر. وهذا لم يكن متمكنا من السؤال، والتاني ده اللي هو بيجتهد وعنده بعض المعلومات ما يقدرش يسأل، لأن العالم الوقت مشغول في الصلاة، هيسأل النبي ازاي؟ مش هجاوب، واضح. ولا يمكن له الترك وفي نفس الوقت خايف يترك الركوع لتضيع منه الركعة، وده ثواب ما بعده ثواب، لأنها مش أي ركعة، دي ركعة وخلف النبي كمان صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم كما فعل أبو بكر في هذا الحديث. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، دعاء عليه الصلاة والسلام له بالحرص حظ على العبادة، معناه زادك الله حرصا في اجتهادك في طلب الأعلى في العبادات، لأنه لو صلى حيث أحرم، لو صلى عند باب الجامع وأحرم وشايف الإمام من بعيد أجزأته، لكن فاته الأفضل، واضح. ولما كان الصف الأول أرفع يعني أعلى قدرا، والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أرفع وأرفع ما في الصف الأول، فأراد هو أن يأخذ الأفضل من الصفوف ومن الأماكن من الصف الأول، ويترتب عليه من الفقه أن قوة الباعث هي الحاملة على العبادات، وهذا دليل لأهل الصوفة الذين يقولون إنما حملت الرجال الهمم لا الأبدان. كل ما همتك تبقى عالية تشيل بدنك الضعيف، واخد بالك؟ لأن لو الهمة ضعيفة والبدن ضعيف تلاقي شكلك ضعيف بقى خالص، لكن لو همتك عالية الناس ما تحسش إن بدنك ضعيف، بيبقى عيان وبيعمل أعمال قوية، الناس ما تشعرش إنه مريض وهو مريض، لأن همته معوضة ضعف مرضه. إنما حملت الرجال الهمم لا الأبدان. وقول ولا تعد أي لا تعد للتأخير حتى تحتاج إلى أن تدب في صلاتك، يبقى ده إيه؟ رأي لطيف، لا تعد للتأخير حتى تحتاج إلى أن تمشي في صلاتك. الوجه الثالث فيه دليل على أن المستحب في الأكمل أن يعمل عليه قبل الشروع في العمل، وهذا المثال المثل الساري، قبل الرمي تراش السهام. يعني المستحب طالما أنت سيدنا أبي بكر عايز الأفضل، عايز تصلي خلف الإمام، وعايز تدرك جميع الركعات مع الإمام، وعايز طب استعد وتعالى بدري، فهمت؟ مش تيجي متأخر وعايز كمان، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده المثل بيقول إيه؟ قبل الرمي تراش السهام، يعني توضى بالسهام الأول وبعدين ترمي، ولا تيجي ترمي وانت تقول لهم فين السهام يقول لك لسه هتيجي من عند الراجل، يكون بقى العدو ضربك وانت مش جاهز. الوجه الرابع وفيه دليل لأهل الصوفة الذين قدموا قبل الأعمال الزهد في الدنيا،
لأنه الباعث على تمكن أسباب الكمال في العبادات وإلى الفوز بحوز أسلمتها. كل ما تبقى أنت راضي برزقك وكده تلاقي نفسك ملتفت للعبادة كويس أوي. إنما لو أنت مثلا راجل عايز تزود مالك هتقعد أنت اللي قاعدة دي معانا 4 ساعات و5 ساعات؟ لا، أنت تروح تشتغل في التجارة تعمل صفقات تكسبها. فأنت إزاي؟ إنما لما تبقى إيه الدنيا بالنسبة لك، أنا الحمد لله اللي ربنا ادوني كده، تقعد تقوم إيه تحوز أعلى أسنمة العبادات. طالما أنت راضي بدنياك ومش عايز توسع، احنا كده حلوين الحمد لله، ملتفت لما هو. عشان كده الصوفية ربوا أنفسهم وربوا مريديهم على الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا يخلعها من قلب ويأخذ منها ما تيسر، وما زاد عن حاجته يتصدق به، يقوم يبقى عايش مستريح، ما عندوش ايه مكبلات وعوائق كثير. واللي أخر الناس عن حضور الصف الأول وتكبيرة الإحرام وإيه؟ انشغالهم في التوسع في الدنيا. لو مش مشغولين في التوسع في الدنيا هيحضروا، يجوا قبل الأذان كمان، مش كده برضو؟ قال إيه السبب اللي خلى الصوفية يقول لك إنك أنت يعني تعمل في الدنيا بقدر حاجتك عمارة في الأرض، وفي نفس الوقت إيه لا تلهيك عن كمال العبادة، لا تلهيك عن كمال العبادة. وإذا عملت لازم تتقن صنعتك، مش معنى كده تلكلك صنعتك عشان تلحق الصف الأول تقوم لكلك الصنعة. إذا كنت ميكانيكي مثلا تبوظ العربية عشان عايز تلحق الظهر، بقى يوم الراجل يجي يركب العربية تنفجر فوش، أو تعطل بيه في الصحراء، أو ما ربطتش العجلة تقوم تفك العجلة والراجل يموت. كل ده ليه؟ علشان أنت بقى عايز تلحق الصف الأول. ما شاء الله ما ينفعش، أي بعمل تتقنه. لكن التوسع الزائد، أنت ربنا كرمك هنا بتشتغل بتقبض في الشهر 10,000 جنيه، حلوة، بتصرف 9,000، بتحوش 1,000 عشان مع دخول المدارس يبقى معك كده إيه 12,000، تدخل العيال إيه المدارس اللي هي مش مدارس الشويفات والحاجات دي، هدخل العيال المدارس اللي جنب البيت، الرسوم بتاعتها 2,000 جنيه 3,000 ماشي. فهو ايه ماشي كده مبسوط حلو وبيأدي عبادته على الوجه الاخر. في ناس بقى يبقى دخلوا كده يقول لك لا انا هدور على عقد عمل ويشتت الاسره، يروح يسافر يشتغل في اخر الدنيا ويسيب عيلته هنا، مراته قاعده هنا والعيال يرازوا في امهم والام ترازي في العيال، وهو قاعد كانه بيربي مواشي ويبعت لهم كل شهر المبلغ اللي بايه بياكله. بيربي مواشي مش بني ادمين. البني ادم لازم يحس بالايه بالدفء الاسري، ده بني ادم مش حكايه بس ايه لبس واكل وشرب واشتراك النادي ودفع مصاريف المدرسه وخلاص، لا مش هي كده، مش هي مش مواشي هي. يقوم ايه يسافر عشان جاله عقد عمل ب 40,000 جنيه، هو هنا ب 10,000. حلو كويس، انا هبعت لهم ال 10,000 كلهم واصرف هناك 10,000 واحوش 20,000 كل شهر بدل ما بحوش 1,000. أو الطريقة دي عند الصوفية يكرهوها قوي، طريقة التفكير دي بقى عند الصوفية منبوذة جدا. يعني لو راح للشيخ بتاعه يقول له مفيش وعد، اوعى تسافر، تسافر تعمل ايه؟ العيال هتتشتت. وبعدين بعد كده يجي بعد 5-6 سنين يلاقي العيال اللي وقع في الإدمان واللي بقى يسقط في الجامعة واللي بقى يتجرى على أمه واللي بقى رفقاء سوء واللي بقى، وبعدين ما تربيته وبعدين مفيش بركة في التربية. فهمت بقى المسألة؟ وفي دليل لأهل الصوفة الذين قدموا قبل الأعمال الزهد في الدنيا، لأنه الباعث على تمكن أسباب الكمال في العبادات وإلى الفوز بحوز أسنمتها. ولذلك حكي عن عيسى عليه السلام لما كان في سياحته لقي قبل الصبح رجلا نائما فوكزه برجله وقال له قم فقد سبقك العابدون، فقال له دعني يا روح الله أنام فقد عبدته بعبادة ليس على وجه الأرض مثلها أو نحوه. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم وما هي؟ قال الزهد في الدنيا. فقال عيسى عليه السلام نم نومة العروس في خدرها فقد قمت فقد فقت العابدين. وحديث النبي يوافق هذا المعنى، ازهد في الدنيا يحبك الله، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، لا تنظر لما في أيدي الناس يحبك الناس، مش كده برضه؟ فنفس الكلام كأنه هو طالع من مشكاة واحدة، لأن الأنبياء كلهم يأخذوا من مشكاة واحدة. الوجه الخامس،
يؤخذ منه الدعاء للشخص وإن لم يطلبه إذا رأى فيه لذلك أهلية، لأنه يعان به على ما هو بسبيله، يؤخذ ذلك من دعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ولم يسأله ذلك لم يعني أبو بكر ما قالش للنبي ادعي لي، لكن النبي دعاه على طول قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لما رأى فيه من دلائل الخير. وهنا بحث، لما دعا له بزيادة الحرص وقال له ولا تعود لم يقل لا جعلك الله تعود لمثلها، فالجواب أن دعاء عليه السلام بزيادة الحرص عون على الخير، ولو دعا له بألا يعود ودعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم مستجاب، فقد يكون دعاءه يمنعه من أنواع من الخير، لأنه قد يتأخر عن صلاة الجماعة في وقت ما لما يكون له أفضل، مثل تمريض مريض لا يكون له من يمرضه، يعني في أعذار تمنعك من حضور الجماعة والجماعة الأولى، وانت في الحالة دي أفضل من انك تحضر الجماعة الأولى، بديك أمثلة. عشان كده بيقول له ايه، قد يكون حاله أفضل وهو بيأخر، في بعض الصور بيمرض مريض ليس له أحد يمرضه غيره فانشغل بتمريض المريض، وبعدين بعد كده يبقى يصلي الصلاة في وقتها لكن مش جماعة أولى، يبقى ده في حال تمريض المريض ايه في عبادة أقوى. وحضور ميت لا يكون له من يقوم به، أو حضر ميت ومشغول بتغسيله وما فيش حد يقوم بالمهمة دي غيره فامتنع حضور الجماعة الأولى، يبقى ما يجراش حاجة. أو خروج لغزو أو ما أشبه ذلك من أنواع الخير، فلما احتمل دعاء عليه السلام أن يكون فيه عون على الخير أو منع منه لم يدعو له وندبه إلى الأفضل، وحيث كان الدعاء خير كله دعا له وإن لم يسأله. ويترتب على هذا من الفقه ألا يدعو أحد بدعاء إلا حتى يعلم ما يترتب عليه ويتيقن أنه خير كله سواء كان لنفسه أو لغيره. الوجه السادس، فيه دليل على حسن ما طبع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من حسن السجايا، يؤخذ ذلك من كوني عليه الصلاة والسلام أتى على البديع بهذا الجواب، يعني دعا له الدعوة اللي هي مفيدة ليه طول عمره ملاش أي وجه من أوجه، لأن لو قال له زادك الله حرصا وجعلك الله لا تعود يبقى معناه مش هيجي في الصف الأول أبدا، لأن دعوة النبي مستجاب، فهمت ازاي؟ لكن ما قالش اللفظ ده صلى الله عليه وسلم، لا اختار اللفظ اللي يبقى فيه الخير كله وجاي بالبداهة، يبقى النبي مع بداهته في كمال التوفيق صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يتضمن هذه الفوائد التي لا تفهم إلا بعد النظر والتثبت والتوفيق، وفيه زيادة بيان وإيضاح لقول مولانا جل جلاله اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وده برضو دليل على أن الإنسان لما يبقى قلبه منكسر كده يقوم ربنا يبقى معاه. سيدنا أبو بكر كان قلبه منكسر، إن فات القيام وحيفوت الركوع كمان وهتبقى أزمة كبيرة، أم اجتهد وعمل كده، فالانكسار قلبه جات له دعوة النبي، واخد بالك؟ لكن مش بيعمل كده وبقى متكبر وبتاع، لا ده بيعمل كده منكسر قلبه، واضح؟ لقول مولانا جل جلاله اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، لأنه سبحانه لا يحل في شيء، وإنما معناه رحمتي حالة على المنكسرة قلوبهم، وأي رحمة أعلى من دعائه صلى الله عليه وسلم. فلما انكسر قلب الصحابي رضي الله عنه بما فعل دون علم سخر له صلى الله عليه وسلم فدعا له بالخير. الوجه السابع والأخير، فيه دليل أهل الصوفة الذين يقولون بجبر القلوب، يؤخذ ذلك من دعاء سيدنا، هو لما دعا له عشان بيجبر كسره، يبقى جبر القلوب دي عبادة كبيرة لهذا الصحابي، لأن أفضل السرور عندهم رضي الله عنهم دعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم، فجبره صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور عليه لما رأى من انكسار قلبي عند إخباري بما صنع، وهو لا يعلم ما حكم الله فيه، ما حكم الله فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله الحديث 45، حديث وجوب توفية أركان الصلاة، اللي هو حديث المسيء صلاته، غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات كلماتك كلها ذكرك الذاكرون. وجزاكم الله خيرا.